أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أن التطور في العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة مستمر على كافة الصعد وفي مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وسعادة الفريق الركن دياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، الفريق أول أنتوني راتكين قائد القوات البحرية الملكية بالمملكة المتحدة، حيث أشاد سموه بالتعاون المشترك بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، منوها سموه بمشاركة مملكة البحرين والمملكة المتحدة ضمن القوات البحرية المشتركة لتأمين حرية الملاحة العالمية ومكافحة القرصنة في المنطقة. استعرض سموه مع قائد القوات البحرية الملكية بالمملكة المتحدة عددا من القضايا والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.